موائمة سوق الشغل ومتطلبات التكوين الفني والتدريب في الوطن العربي، البحث عن مدى موائمة التكوين المهني للاقتصاد الأخضر ومدى استعمال الرقمنة في التكوين المهني في الدول العربية هو أهم ما حمله جدول أعمال الطبعة الثالثة للمؤتمر العربي للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي. إن اختيار عنوان موائمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة الذي اعتمده مؤتمركم هذا لهو خير دليل على هذه المقاربة التي تولونها لهذا الجانب في معالجة العلاقة المرتبطة والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل. سعى المشاركون والخبراء من مختلف الدول العربية لإيجاد سبل عمل مشترك باعتبار التدريب الفني والتكوين المهني من أهم العناصر الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية عربيا، خاصة وأن الطاقات البشرية في البلاد العربية تتشكل من 70% من الشباب. المؤتمر الذي شهد مشاركة أكثر من 20 دولة عربية كان فرصة لتعزيز الدور الريادي للجزائر في إفريقيا وفي الوطن العربي، كما يعتبر محطة للبحث عن سبل تكريس التعاون من أجل التكامل الاقتصادي. تنعقد الطبعة الثالثة للمؤتمر الوطني للقيادات المسؤولة عن التدريب الفني والمهني في العالم العربي، وهو امتداد في حقيقة الحال لنجاحات الدبلوماسية الجزائرية، حيث لا يخفاكم أن آخر قمة للجامعة العربية شهدت نجاحا باهرا في لم شمل العرب وخصوصا لم شمل الفصائل الفلسطينية. فيها تحديات كبيرة، الرقمنة، الاقتصاد الأخضر، واستعمال التكنولوجيا اليوم في الاقتصاد واستكشاف ما يتوفر من فرص عمل ومن فرص اقتصادية. هذا التركيز اليوم يعني عنده طابع عملي تقني تم ضبطه من قبل الخبراء، ونريد أن نتقاسم التجربة ونريد أن نوحد الجهود للفوز بفرص عمل والفوز بأسواق جديدة. تضمين مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني وفق المواصفات العالمية ومواكبة التحول الرقمي في ميدان التكوين، فضلا عن تطوير منصة إلكترونية في التعليم والتدريب الفني والمهني من بين المخرجات التسعة التي توج بها بيان الجزائري لهذه الطبعة.